مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. إن فهم ومعرفة السمات الشخصية للآخرين يساعدنا على التعامل معهم، ولكل أحد منا هذه الصفات والسمات لها معنى ودلالة في شخصيتنا. ولذلك نحن نقدم لكم اليوم معنى وصفات اسم مصعب. معنى اسم مصعب: مصعب اسم علم مذكر عربي، وهو اسم مفعول من الفعل صعب الأمر أي تعقد واستعصى، والمصعب هو الفحل الذي لم يروض والذي لم يركب زمنا فصار صعبا، الجمل الذي لم يمسه حبل في عنقه ولم يركب أبدا. صفات حامل هذا الاسم: إنسان جاد ومنظم جدا، ويحب وضع كل شيء في مكانه الصحيح ويكره الفوضى. يتصف بالشجاعة وبأخلاق الفروسية. متحدث لبق، يجيد التعبير عن نفسه ويصرح بأفكاره. من النوع الجاد الذي يتحمل المسؤوليات الكبيرة ويتصدى لها. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم مصعب؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.